السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف مع بعض أداة تحليل ملفات الـ IFC، وده التطبيق دوت عامله المهندس مصطفى جبر من خلال ستريم الـ IT اللي هو واجهة تفاعلية. واتفضل يا دكتور. متشكر جدا يا باشمهندس، وجزاك خير، ورب الحكاية تكون في أعلى الناس يا رب. الأداة دي أو تطبيق الواجهة اللي هي ستريملت هو عبارة عن كود لايبرري على بايثون، بتقدر من خلاله تعمل انترفيس كده زي كده، بتبرمج الايقونات وبتبرمج الحاجات، وكمان عن طريق ستريملت شير دوت ستريملت دوت اي او، تقدر تديبلوي اي بايثون كود، وكمان هو بيقرأ من الجيت هاب بتاعك. فكل اللي انت بتعمله ان بعد كده، بعد ما تعمل deployment الكود بيظهر لك زي ما انتم شايفين كده. يعني ده كود مكتوب وهو open source. يعني ايه ان اوبن شاء الله سورس؟ باشمهندس، يعني ايه open source؟ يعني اي حد ممكن يستعمله ويعدل عليه ويعمل نسخة منه. طبعا هي علشان هي مفتوحة المصدر أو open source، يعني مفتوحة المصدر، بيفضل طبعا إن الناس حتى كمان اللي بتعدل على الكود إن هي تنشره زي ما هي أخذت الكود، مش تاخد الكود وتخليها في جنبها. يعني الخير يعم على الناس كلها يعني. وكان موضوع مفتوح المصدر ده كان في بعض برضك البرامج الـ operating systems يعني وكده، اللي كانت بتنافس وما زالت تنافس الويندوز يعني. بس عموما زي ايه البايثون كده؟ زي ايه؟ زي لينكس، زي اوبونتو، فيرجنز كتيرة من لينكس، ريد هات، وكل الكلام ده كله، كل دي اوبريتنج سيستم مفتوحة المصدر. تمام. المهم دي فكرة اللايسنس ديت، ان هي مفتوحة المصدر للناس كلها، يقدر ياخد الكود. كل ما اول ما يفتح الصفحة هيدوس هنا، هيديله على الصفحة بتاعت الكود اللي هي دي. طيب الكود ده بيعمل ايه؟ بما ان الاي اف سي هو الاكستنشن او الفايل بتاع البيم، اللي كل البرامج البيم تقدر تعمله اكسبورت مع الاحتفاظ ب الداتا تكاد تكون سليمة. فبالتالي انا لو شغال على ريفيت اقدر اكسبورت اي اف سي، انا شغال على تكلا اقدر اكسبورت اي اف سي، انا شغال على اركيكاد اقدر اكسبورت اي اف سي، وات ايفر الناس التانية في الديسيبلينز التانية او الحاجات التانية بيستعملوا ايه برامج، تقدر البرامج دي طالما هي بيم، برامج بيم تقدر تاكسبورت منها الاي اف سي فايل. طيب علشان البيم مانجر يقدر يمانج ما بين، مش الناس كلها بتستعمل الريفت، في ناس بتستعمل ريفت، في ناس بتستعمل حاجات تانية كتير او برامج تانية كتير، بس كله بيقدر يحط جوه الاي اف سي فايل. فبالتالي جت فكرة إن أنا أعمل الأبليكيشن دي بحيث إن البيم مانجر يستعملها، يقدر يشوف يحلل الآي إف سي فايل، يقدر يطلع منه فايلات إكسل من الداتابيز بتاعته، يقدر يقارن 2 آي إف سي فايلز مع بعض، وهكذا وهكذا. طيب أول ما تفتح الأبليكيشن اللي باشمهندس عمر هيحط لكم اللينك بتاعها، الـ IFC Excel فايل هيبتدي يشرح لك الفيتشرز اللي موجودة. أول حاجة إن أنت بتأنالايز أو بتحلل الـ IFC فايل. تعال نشوف دي أول أيكون. هنا بيقول لك الخطوات إيه، هتأبلود
تشوف البروجكت ميتا داتا بعد ما تابلود يعني الفايل او ترفع الفايل، تشوف بروجكت ميتا داتا. الميتا داتا دي اللي هي من الداتا الرئيسية للفايل. هتبتدي تقدر تشوف كومبوننت كاونت فيجواليزيشن، يعني تشوف أعداد الكومبوننتس سواء كانت بيبان، شبابيك، whatever components في الـ BIM model ده ايه، تقدر تشوفها. وبعد كده تقدر تعمل analysis، وبعد كده تقدر تكسبورت الفايل ده as a PDF. هنعمل ايه الاول؟ هنبراوز، هنشوف IFC file، هنشوف IFC file مثلا. ده IFC file، المفروض طبعا ان جوه الميتا داتا تكتب اسم المشروع ووصفه وهو في انهي فيز، ده كمان ريشن اللوكيشن بتاع المشروع، تمام. ودي باي تشارت، بار تشارت كده للكومبوننتس دي بالاعداد، يعني لو وقفت هنا كده في اي اف سي ممبر 186 وهكذا، او ان انت تختار ان هي تبقى باي تشارت. دي علاقة كل كومبوننت كعدد بالنسبة للكومبوننتس التانية، يعني الملف ده فيه عدد ويندوز مثلا بالنسبة لأعداد الأوبجكتس اللي موجودة، الويندوز تمثل منها 11%، الحيطان تمثل منها 12.9% وهكذا. ده موجود عندك هنا كده علشان لما تعمل اكسبورت تقدر تعدل في الفايل. بس خلينا نخش اكتر في ديتيلد اناليسيس. انت دلوقتي عاوز تشوف فعلا مثلا الشبابيك هنا او حتى البيبان، هتبتدي تبص على كومبوننت كومبوننت وتشوف مثلا ايه، ادي الشبابيك، فيبتدي هنا يقول لك دول ثلاثة تايبس أو ثلاث أنواع الشبابيك اللي موجودة في المشروع اللي أنت عملت له أبلود، 60 منهم في ده وسبعة منهم من النوع ده واثنين من النوع ده. وهنا طبعا هو واخد الأرقام دي وعملها بنسب، يعني الشباك ده عبارة عن 87% من إجمالي الشبابيك اللي موجودة في المشروع كله، وهكذا. تقدر تعمل ده برضك للأعمدة، للبيبان، للفرنتشر. البيبان هي تمام 18 من النوع دوت واتنين وهكذا. طيب احنا ممكن نشوف كمان ديتيلز اكتر من كده، دي مجرد بس ان انا بشوف اوفرول كده الاعداد. لو تمام. رحنا هنا الديتيلد اوبجكت داتا، هيبتدي هنا نفس الملف اللي انت عاوز تعمل ابلود لملف غيره ممكن برضو، بس هو بيقرأ من نفس الملف اللي هنا، هو اللي هنا. طيب هنا بقى اكتر الكلاسز اللي موجودة كلها اكتر من التاني كان واخد كلاسز معينة او كومبوننت تايبس معينة، هنا كل الكلاسز اللي موجودة جوه الفايل موجودة قدام. تاني لو بصينا تاني للويندوز، هنشوف الويندوز هنا هتلاقي كل الشبابيك هنا بالتفاصيل بتاعتها، يعني مثلا في الليفل فيه ويندوز منين؟ وفي لايت دوم، وفيها طبعا الاكسبريس اي دي، هنا في شرح كامل بقى للايه، لكل حاجه عباره عن ايه، الاكسبريس اي دي يعني ايه، جلوبال اي دي يعني ايه، الكلاس يعني ايه، التايب يعني ايه، والنيم يعني ايه، وهكذا. فبيشرح لك كل الكومبوننتس اللي هنا، تقدر كمان تنزلهم از ان سي اس في فايل، وتقدر تبص طبعا تشوف هنا ايه كل الداتا اللي عندك. ده معمول سمري كده للداتا هنا باي فلور، يعني الشبابيك دي في الليفل الاولاني في شباك من النوع ده عدد 2، الليفل الاولاني شباك من النوع دوت عدد 5، وهكذا وهكذا. كل ليفل ومفصل فيه أعداد أنواع الشبابيك وأعداد الشبابيك.
طبعا انت ممكن تنزل بقى التوتال اللي هي دي كلها از السي اس في. هننزلها كده وهقول لكم هننزلها ليه. خلينا مثلا كده نكتب اي اف سي ويندوز. اول ما تفتحها هنا هيفتح لك الفايل. تمام، ادي الداتابيز اللي عندك هنا. تقدر طبعا تعمل لها سيف از اكسل شيت. تمام كده بقت عندك اكسل شيت عشان تقدر تستعملها في الاكسل فايل اناليسس، هنجيلها دلوقتي. طيب في ايه كمان هنا؟ انا حبيت اخد الويندوز بس، ده الجدول ده بيجيب الشبابيك بس حتى لو انت مختار حاجات تانية مختلفة هنا ويفسرها اكتر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو حاطط جلوبال اي دي بتاع الشباك واسمه والاورينتيشن بتاعه، هو في الشرق في الغرب، بيحسب لك بالظبط، وبيحسب لك كمان الازموس، الازموس اللي هو اتجاه الشباك في الاكس والواي، يعني الشباك ده مايل كده ولا مايل كده ولا مايل كده، ودي الزاوية بتاعته بالنسبة ل 360 درجة بتاعت الاكس والواي كوردينتس، يعني الاحداثيات بتاعته هو مايل بدرجة قد ايه. فالجدول ده بيجيب كل الشبابيك اللي موجودة هنا، مجرد برضو ايه تجربة. احنا ممكن برضك لما نيجي نبرمج اكتر نبرمج البيبان ونشوف الحوائط، احنا ممكن نعمل جداول مختلفة من الحاجات دي. طيب ايه انا تاني؟ ممكن اعمل ايه كمان؟ نعم. بس حضرتك ايه تاني ممكن في التوتال؟ ايه تاني نقدر كمان نحلل الملف الاكسل اللي احنا حولناه دلوقتي ده. تعال نشوفه، احنا مسمينه كنا مسمينه اي اف سي ويندوز اللي هو دوت. فهو ارى الملف اللي هو هنا ده زي كده بالظبط. تقدر تحلل بقى، تبتدي تحلل الكومبوننتس هنا، تقول له انا عاوزك تحط لي، انت عاوز تحط ايه بقى بالظبط. وبالتالي تقدر تفيجواليز الداتا. فيجواليز الداتا دي ان هو بقى بيعمل لك مثلا بالكاونت، ده الشباك الفلاني والشباك الفلاني، دي الانواع كلها، يديك زي انسايتس كده طبعا على حسب الاكسل، حتى لو اكسل مش طالع من اي اف سي، يعني اي فايل اكسل موجود عندك تقدر تابلوده هنا وتاخد منه انسايتس بشارتس بحاجات دي كلها. طبعا الشارتس دي تقدر تاخدها داونلود از ان هي صوره، يعني مفيش مشكله خالص. تمام. وتقدر تجنريت حاجه اسمها انسايتس. الانسايتس دي ان هو بيمسك بيقول لك مثلا عدد الريكوردز اللي موجوده، هم 69 ريكورد، هم 69 شباك يعني، وهكذا. المين متوسط بتاعهم ايه، و25% منهم قد كذا، كله بيحسب على حسب الكولومز او الاعمده اللي موجوده هنا. مش كده وبس، احنا كمان نقدر نعمل حاجه اسمها كومبير يعني مقارنه ما بين اتنين اي اف سي فايلز. ده لازمته ان انت لو انت عندك اي اف سي فايل مشروع واشتغلت فيه وبعد كده عملت له سيف، بعد كده عملت سيف اس للمشروع وعاوز تعرف بملف تاني، وعاوز تعرف ايه الفرق ما بين المحتوى بتاع الملف ده والملف ده. فبترفع الملفين هنا، ممكن يكونوا ملفين متشابهين وممكن يكونوا ملفين مش متشابهين. فخلينا نشوف مثلا الفرق ما بين الملف ده والملف ده في أعداد الشبابيك مثلا. خلينا نشوف هنا وهنا، فبيعمل الفرق ما بين الأولاني والتاني. تمام، هنا الملف دوت مفهوش أعمدة، الملف ده فيه أعمدة. خلينا نعمل ملف فيه أعمدة أكتر عشان يبان الفرق. مثلا ده حتى ما فيش عمل. طيب اوكي،
محتاج حاجة فيها حاجة structure. تمام. هو شاف ان الاولاني والتاني في الفرنتشر، في واحد في فرنتشر في التاني ما فيهوش فرنتشر، فطرح ده من ده فطلع بالماينس الاعداد. تقدر تغير الحاجات تشوف الاعمدة، ده في مثلا 84 عمود، ده في 30 عمود، ففي فرق ما بين الملف ده والملف ده حوالي 54 عمود. وهكذا تقدر تشوف المقارنة ما بين الملف ده والملف ده في كل الحاجات ديت. تقدر تشيل طبعا الحاجات دي interactive زي ما انت شايف كده، تقدر تشيل difference أو تشيل الحاجات كلها، كل الحاجات دي interactive يعني تغيرها. تعال نشوف مثلا أعداد البيبان هنا وبين هنا وبين هنا، فالملف التاني اللي هو اسمه example project ده فيه بيبان 21 باب أكتر، تقريبا في 11 باب فرق، يبقى ده هنا في 10 بيبان، في هنا في ملف يعني 10 بيبان، والملف التاني في 21 باب يعني في فرق 11 باب. وهكذا تقدر تشوف الكومباريزون نفس الفكرة. وبالتالي أيضا ممكن تإكسبورت الملف ده از إن هو PDF في كل الداتا اللي موجودة عندك. الاكسل او مش بالريكوردز المفروض كمان، وهنا البار تشارت دي. ادي فكرة الحاجات. طبعا الافكار في تطوير الفكرة دي طالما هي اوبن سورس اكيد بتكتر، بس هي بتستعمل اوبن سورس، بتستعمل بايثون كود علشان تساعد الناس في الحاجات دي، في تطوير او في التسهيل على الناس حاجات اوبشنز مش موجوده في برامج البيم عموما. زائد ان الاي سي فايل بتفتح كل الملفات برامج البيم بتعملها. بس يا باشمهندس اتفضل. جزاكم الله كل خير. طب تكلفة الاستخدام بقى يعني هو ده open source فالدنيا مفتوحة لا، بس مجانية للناس مش كل كل حاجة. الاوبن سورس مش معناه ان هو مجاني. ال open source مش معناه طبعا ان هو مجاني، بس هو يعني كلمة فري ليها معنى مجاني وليها معنى حرية، فانت سايب لنا الحرية. انا سايب الحرية ان انت يعني ان انت تاخد الكود وتعدل عليه لو تمام. انت شاطر، بس ان النصيحة ان انت تاخد الكود وتعدل عليه وتقدر تعرف تستعمله وتنشره، مفيش مشكلة. بس غالبا الكوبي رايتس دي بتبقى بتفضل انها تبقى موجودة، يعني بدأ الكود دوت الشخص الفلاني ممكن هو كمان يزود اسمه وهكذا، فيبقى معروف ان اللي اتعدل عليه دوت الشخص الفلاني وهكذا. تمام. بس ولازم ان انت لا اول ما تفتح اللينك انت الكود قدامك، يعني انت بتدوس على اللينك دي هنا كده هيفتح لك الكود اهو، ما شاء الله، ده الجيت هاب، وده السورس كود على موقع جيت هاب. على موقع جيت هاب. مظبوط. يعمل بقى لايك على الموقع ولا whatever، دي مش ده الهدف منه. الهدف منه ان الناس تستفيد من الكود دوت، تقدر تستعمله في الورك فلوز بتاعتها عموما. ما شاء الله. تطوير الكود بإضافة حاجات عليه، أنا بحاول كل فترة كده أضيف عليه حاجات وهكذا، يعني أدينا بنتعلم وبنعلم الناس وبنفيد الناس وطبعا وبنستفيد منهم. اهم حاجه ان الواحد يدي تغذيه عكسيه، او لو عنده اي فيدباك يبعته عشان أكيد يدعم فكره الاوبن سورس. والأفكار كلها بتبقى، يعني أنا مثلا ده احتياجي
ساعة لما كنت بشتغل في المجال الفلاني، في حد ممكن يكون احتياجه مختلف، يقول لي يا باشمهندس مثلا هو ممكن نعمل كذا وكذا وكذا، فكرة عنده واقفة مثلا أو حاجة. أنا كنت بحاول مثلا أقارن ما بين ملفين عشان أعرف المحتوى بتاع ده قد إيه، فهل ممكن نعمل كذا وهكذا. الأفكار تبتدي تتطور ونطلع أفكار جديدة ونطور والناس كلها تستعملها، أو حتى إحنا بس نستعملها. ممكن تاخد الكود ده، ممكن تستعمله هو أونلاين، وممكن تاخد الكود ده تستعمله على الجهاز بتاعك، بس لازم يبقى عندك IDE يعني بايثون شغال، وتشغل الكود عادي جدا على الجهاز بتاعك. تمام، جزاكم بس الله يا كل خير يا دكتور. ألف شكر يا دكتور، ربنا يجازيك خير يا باشمهندس، الله يكرمك ويزيدك من تسلم، العلم ونفعك بيك الناس جميعا يا حبيبي. الله يكرمك يا أستاذنا، جزاكم الله كل خير، شكرا.